بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم. ونجدد من هنا من أرضية ميدان الدنيس لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن انطلاقة أشواطنا وشوطنا الأول المفتوح من المسافة 1500 متر. هنا ينطلق ضمن هذا الشارع المقدم من شركة أيضا شاهر البطحري، شكرا على هذا الدعم الكبير الذي دعم في أشتى ميادين السلطنة لدعم تراث الأباء الأجداد، حبا لهذه الرياضة ودعم للشباب الذين يهتمون برياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. حواري هذا الشوط وانطلاقه مع أول المنطلقين مع المركز الأول زعفران يوسف بن سليمان الوهيبي، من ينطلق مع المركز الأول المركز الثاني الوصول الشاهنية سالم بن حمد المالكي، المركز الثالث وطن سيل بن علي الوهيبي أيضا على المركز الثالث، المركز الرابع هنا من التواجد الشاهنية أيضا محمد بن غدير الوهيبي. هذه النتيجة عودة مع صدارة الشوط، زعفرانة في المقدمة في المركز الأول، من تطير نحو المركز الأول منذ البداية ومنذ الانطلاق هناك بقيادة ومتابعة أيضا يوسف بن سليمان الوهيبي، ينطلق مع زعفران في المركز الأول. المركز الثاني وطن الواصلة في هذه اللحظات سهيل بن علي الوهيبي، ينطلق مع الوطن على المركز الأول، غيرت المسار نحو الصدارة هذا الشوط نحو المركز الأول، منطلقة هنا مع الصدارة مع القيادة ومع المركز الأول بقيادة سهيل بن علي الوهيبي، ينطلق مع المركز الأول صاحبة إنجازات عديدة أيضا صاحبة إنجاز على أرضية ميدان سيح الرمثة للفية الصعوب، تعود الإنجاز مع شوطنا الأول على أرضية ميدان الدنيز. سلام وتحية واحترام لمالك وطن سهيل بن علي الوهيبي، أسعد الله صباحك على هذا الإبداع الجميل. المركز الثاني زعفرانة هنا يوسف بن سليمان الوهيبي، المركز الثالث الشهنية محمد بن غدير الوهيبي. توقيتنا الزمني 2:06:57 جزء من الثانية، هو التوقيت الزمني للوطن سهيل بن علي الوهيبي.